أخبار دولية أخرى نتابعها مختصرة مع سارة درارجة. الصين تعرب عن ثقتها بتحقيق انتصار شامل في معركة السيطرة على جائحة كورونا، في حين تعلن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا إلزام المسافرين الوافدين من الصين بالخضوع لاختبارات كوفيد-19 بعدما تخلت الصين عن سياساتها الصارمة لاحتواء الفيروس إلى إثارة مخاوف في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع تقارير إخبارية تحسن أحوال الطقس بعد أيام عصيبة من عاصفة القرن الثلجية التي شهدتها والتي أودت بحياة أكثر من 60 شخصا وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المباني والمساكن وإلغاء نحو 20,000 رحلة طيران. الغير معتاد هو هطول ثلوج في الأردن، حيث شهدت مرتفعات جبل اللوز في منطقة تبوك تساقطا للثلوج وتراكمها بشكل غير معتاد. تبدو كأنها سيارة عادية، لكنها سيارة رقمية بدون سائق تتواصل مع الزبائن رقميا. السيارة تقود نفسها عن طريق شركات خاصة تعمل بالرقمنة. وفي أول إطلاق رسمي تجاري لسيارة روبو تاكسي في شوارع بكين، يأمل مسيرها على أن يعتاد الصينيون على الفكرة الجديدة. وتوجد 67 سيارة أجرة لشركة بايدو تعمل بشكل ذاتي، إنها نقطة تحول في عالم السيارات.